إحدى القرى الهادئة كان يعيش توأمان جميلان مع أبيهما بعد وفاة أمهما. تزوج أبوهما بامرأة تدعى جمانة، ولكنها كانت تعاملهما بقسوة. صار الطعام مهيئا، حاضر. وبقيت جمانة تعاملهما معاملة سيئة. في هذه السنة لم يهطل المطر، ولذلك بدأ الطعام يتناقص في منزل والدهما. هيا. شكرا يا خالة. وفكرت جمانة في طريقة ما للحفاظ على الطعام، وعندما هبط الليل وحيدة، أنت لست نائمة؟ نعم، فأنا شائعة جدا يا وحيد. اسمعني جيدا، إن لم تفعل ذلك فسنموت جميعا. تطلبين المستحيل، لا أستطيع أن أترك ولدي في الغابة وحدهما. الغابة مملوءة بالوحوش، وأنا لا آمن عليهما إن تركتهما هناك. اسمعني يا عزيزي، إذا لم تتركهما في الغابة كما أقول لك فإنهما بلا شك سيموتان من الجوع أمام عينيك، ولن تستطيع فعل شيء. ولدي الحبيبين. وهكذا وافق الأب على ترك التوأمين وحيد ووحيدة في الغابة، عسى أن يجد ما ينقذ حياتهما. لقد قرر أن يتركنا في الغابة يا أخي. لا تقلقي، سأعرف كيف أتصرف. أتقول الصدق؟ أنت رائع يا أخي. أيقظت جمان التوأمين في الصباح كي يذهبا معها إلى الغابة لإحضار الحطب. جيد. خذي، احتفظا به ولا تأكلاه قبل وقت الغداء. هيا هيا، لماذا تقفان هكذا؟ وحيد، لا وقت للعب الآن، هيا. اسمعا، سأذهب أنا وأبوكما لقطع الأشجار، وستبقيان أنتما هنا ريثما نعود، فهمتما؟ سنذهب، هيا بنا. حاضر، سنقطع الأشجار. انتبها على النار. وحيدة لا تحزني، لن أدعك وحدك. تفضل. كيف حالك أيها الأرنب؟ هيا تعال. أسمع صوت قطع الأشجار، وأظن أن أبي لم يطاوعه قلبه لكي يتركنا. أرجو ذلك يا وحيدة.
لكن الأب وزوجته رجعا إلى البيت منذ وقت طويل. انتظر وحيد ووحيدة طويلا، وطال بهما الانتظار، فناما من شدة التعب. سنعود الآن. أنا أعرف طريق العودة إلى المنزل يا أختي. ستتفاجأ خالتي عندما ترى أننا عدنا بهذه السرعة. من هنا. وهذا حجر أيضا. ركض التوأمان في الغابة في طريقهما إلى البيت، وعندما جاء الصباح استطاعا أن يصلا إلى البيت. افتحوا الباب، لقد عدنا. صباح الخير يا خالة. كيف عرفتما الطريق؟ وحيد، وحيدة، الحمد لله أنكما عدتما إلي أخيرا. أبي، أحبك يا أبي، أحبك. غضبت جمانة من عودة التوأمين، وراحت تفكر في التخلص منهما من دون أن يتمكنا من العودة أبدا. طلبت جمانة إلى الأب مرة ثانية التخلص منهما، أما وحيد ووحيدة فقد كانا ينامان بعمق. استيقظا أيها الكسولان، هيا انهضا. استعدا، سنذهب اليوم إلى الغابة. لم يجد وحيد الوقت الكافي كي يجمع بعض الأحجار ليرميها خلفه من أجل أن يهتدي إلى طريق العودة عندما يتركه أبوه وزوجته، إلا أن وحيد لم يجد طريقة إلا أن يفتت الخبز ويرميه ليعرف الطريق. وحيدة، وحيدة، هيا لنرجع إلى البيت. هيا. لا أجد أي قطعة خبز. ماذا سنفعل؟ اطمئني يا أختي، سأجد طريق العودة إلى المنزل. لم يكن يخطر في بال وحيد أن العصافير ستأكل جميع قطع الخبز. لا تقلقي أبدا، لن يأتي الفجر إلا ونحن في المنزل. لكنني خائفة جدا. هذا صوت البوم، فلماذا أنت خائفة يا أختي؟ وصور الرعب للتوأمين الأشياء على غير حقيقتها،
وفي الصباح شرب التوأمان قطرات الندى وأكلا بعض الثمار. وبعد 3 أيام البيت مصنوع من الحلوى، إنه جميل جدا. لذيذ حقا؟ نعم، تذوقيه إن شئت. أجل، حلوى جدا. ألم أقل لك إنه لذيذ؟ لم أكن أتوقع. منزل الحلوى. نحن الحقيقة كنا نظن أنه نعتذر. لا تعتذرا، ادخلا وكلا مزيدا من الحلوى والثمار واللحم. هيا. لذيذ جدا. كلا أقصى ما تستطيعان، أحب الأطفال الأكولين. لم تكن هذه العجوز في الحقيقة إلا شريرة متوحشة، كانت تطعم الأطفال ليسمنوا ثم تقضي عليهم. تصبحين على خير يا جدتي الطيبة. تصبحين على خير. هيا، أحلاما سعيدة. شيء رائع، إنهما ولدان دفعة واحدة. لماذا تقفلين الباب علي يا جدتي؟ افتحي من فضلك. اسقط أيها المشاغب، إياك أن تزعجني. أخشى أن تكون هذه العجوز هي المتوحشة. افتحي لي، أقول افتحي أيتها المتوحشة. سيبقى الباب مقفلا عليك. أخي أنت، انهضي واذهبي إلى النهر وأحضري الماء لأصنع الحلوى. يجب أن يأكل أخوك كثيرا من الحلوى حتى يكون سمينا كما يجب، فأنا لا أحب النحيفين وضعاف الأجسام. هيا اذهبي بسرعة إلى النهر، تحركي يا كسول. وحيدة. تعالي إلى هنا. أمرتك بالذهاب إلى النهر، فكوني مطيعة وإلا قضيت عليك. هيا. لا تضربيها، لن أسامحك إذا ضربتها مرة ثانية. ماذا تقول؟ سترى بعد مدة أنك ستكف عن هذا الكلام السخيف يا ولد. سنرى. وحيد، سأنتقم منك أيتها المتوحشة، لن أتخلى عنك يا وحيدة. لا تبذل كل هذا الجهد لكي لا تضعف، لا فائدة، يجب أن تأكل وترتاح حتى تسمن. لا، لن أفعل ذلك أيتها الشريرة المتوحشة، وبعد هذا اليوم لن أكل من طعامك أبدا. إذا لم تأكل من طعامي فمن أين ستأكل والباب مقفل عليك؟ لماذا توقفت أيتها الفتاة الكسول؟ تابعي الطبخ فالغداء يجهز في موعده. لن أتخلى عنك يا أختي. نعم لن أتخلى عنك.
الغداء. هل أنت بخير يا أختي؟ أجيبي، أنت بخير؟ لماذا تقفين أمام هذا الباب هكذا؟ هيا ابتعدي، ابتعدي، هيا. أختي، لن أتخلى عنك يا أخي، فلن تتخلى عني. لن أكل من طعام هذه المتوحشة الماكرة. لكن لن أستطيع الهرب من هذه المتوحشة وأنا جائع هكذا. سأكل حتى أشبع. وهكذا كان وحيد يأكل في كل يوم كثيرا من الطعام والحلوى. انتبهي يا مهملة. كانت المتوحشة تأمر وحيدة بكثير من الأعمال المرهقة في كل يوم، ووحيدة تتأمل سجن أخيها وتبكي. لم تكن المتوحشة تقدم إليها طعاما جيدا، ولذلك صارت أضعف وأضعف. وحيدة، طعام الإفطار، خذي هذا. ابتعدي من هنا، لقد أكلت ما يكفي لكي تصير سمينا. أعطني يدك أتلمسها يا فتى. ما تزال يدك نحيفة جدا. أين كنت تذهب بكل هذا الطعام؟ الحق عليك، لم يكن طعامك لذيذا. اذهبي وأحضري بعض الماء. استغل وحيد ضعف نظر المتوحشة وأخذ يقدم إليها العظمة عندما كانت تأتي كل صباح لتتفقد ما إذا كان قد صار سمينا أم لا. وهكذا مر شهر كامل. أنت هزيل، لن أنتظرك حتى تصير سمينا، لن أنتظر. اذهبي وأوقدي التنور، وضعي القدرة الكبيرة على النار، وقطعي البصل والجزر، هيا. أتريدين أن أحضر الماء حتى تضعي أخي فيه يا متوحشة؟ نفذي ما أطلبه بسرعة ولا تفتحي فمك. مسكين يا أخي، لقد كان من الأفضل لنا أن نبقى في الغابة. لا تيأسي يا وحيدة، كوني قوية وفكري في حل لهذه المشكلة. وخطرت في بال المتوحشة فكرة. سأتخلص من هذه الفتاة المشاكسة. هيا ادخلي واخبزي في التنور. كوني حذرة، حذرة جدا. صغيرتي، نظري ضعيف كما تعلمين، فهل تساعدينني؟ انظري، هل التنور جاهز؟ انتظري قليلا. كوني حذرة، كوني حذرة يا أختي. التنور مهيئ يا جدتي، تستطيعين أن تتحققي؟ حسنا، سأفحصه. رائع جدا، النار مشتعلة والحطب كثير، والمدخنة تعمل عملا جيدا وبقي. التوأمان من مجوهرات المتوحشة. بعد ذلك ركضا طويلا في الغابة الكثيفة، ركضا وركضا إلى أن وصلا إلى نهر كبير. لن نستطيع عبور النهر يا أختي، لنفتش عن جسر أو سفينة. انظري إلى تلك الإوزة، لا
نريد أن نذهب إلى الضفة الثانية أيتها الأوزة الجميلة. هل تحمليننا على ظهرك يا عزيزتي؟ بقي وحيد ووحيدة يركضان في دروب الغابة ليبحثا عن بيتهما الضائع. بحثا لكن دون جدوى، وأخيرا وجدا بيتهما المتواضع فوق تلة خضراء هادئة. أبي! 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 من؟ لا أكاد أصدق. وحيد، وحيدة، الحمد لله على سلامتكما. وعاد وحيد ووحيدة إلى والدهما، أما زوجته فقد ماتت من الجوع لأنها كانت بخيلة ولم تأكل الطعام خوفا من أن ينفد من البيت.